welcome back to our arabic learning series in the last video we learned the names of roots in arabic if you didn't see it go and check it out today we will learn the names of adjectives in arabic i'll also show you how to use them in sentences and at the end you can practice with some exercises but before we start if you like these lessons, please subscribe and uh, give this video a thumbs up. Now let's start. Tomato, 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 jester, Jezer carrot, Baswal basil, onion. خيار خيار كيوكمبر بطاطس 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 ذرة ذرة كون ثوم ثوم غالي ملفوف ملفوف Cabbage. hus, Khus. Lettuce. Barinjan. Barinjan. Eggplant. Now let's see how to use these vegetables in everyday conversation. Hal tufib ut Naam. هل الجزر صحي نعم الجزر صحي جدا ماذا تستخدم لتبيله الطعام استخدم البصل والثوم هل تاكل الخيار في السلطه نعم اكل الخيار في كل سلطه هل تفضل البطاطس المقليه نعم، أفضل البطاطس المقلية. هل تأكل الذرة المشوية؟ نعم، أحب الذرة المشوية. هل تضيف الثوم في الطبخ؟ نعم، أضيف الثوم لكل وجبة. هل تأكل الملفوف في السلطة؟ نعم، أضيف الملفوف إلى السلطة. هل تحب أكل الخس؟ نعم، أحب الخس في السلطة. هل تطبخ الباذنجان؟ نعم، أطبخ الباذنجان مع الخضار. Now it's your turn to practice. Let's do some exercises together. هل تحب الطماطم؟ أحسنت أحسنت ما شاء الله هل الجزر صحي؟ ممتاز جدا ماذا تستخدم لطبيلة الطعام؟ أحسنت هل تفضل البطاطس المقلية؟ ما شاء الله ممتاز. هل تأكل الذرة المشوية؟ أحسنت. هل تضيف الثوم في الطبخ؟ <applause> جميل جدا ما شاء الله. هل تحب اكل الخس؟ <applause> احسنت. ممتاز. هل تطبخ الباذنجان؟ ممتاز جدا, ما شاء الله. You have learned how to talk about